هناك لجنة، يعني هناك كتاب من وزارة الكهرباء حول هذا الموضوع، وتم التوصية بتشكيل لجنة. الحقيقة هذه اللجان أنا خبرتها في السنوات السابقة، منذ عام 2013 إحنا من وضعنا فقرة التثبيت بالموازنة، وتم تشكيل لجنة، وهذه اللجنة استمرت فترة طويلة وأشهر ولكن دون جدوى. نحن نخشى من هذه اللجان، هذا حق طبيعي، لأن موظفي العقود قسم عندهم 9 سنوات خدمة، قسم عندهم 10، فإذا هو هذا الشخص غير صالح أو الموظف لكان أنهى عقده من زمان، فإذا من خلوه 9 سنين وعشر سنين إذا صار عليهم حق مكتسب أنه يجب أن يثبتوهم، وهذا أقصد حقوق الشعب العراقي. نقول الخبز أولا، أنا برأيي أنه هذه توزيع للثروة، الإيرادات النفطية والإيرادات الغير نفطية، على الأقل نوزعها بعدالة على الشعب العراقي ونوفر له فرصة عمل. من حق الدولة توفير فرصة عمل للمواطن.